قمنا بزيارة لقضاء الشيخان، وذلك كذلك نفس الزيارة السابقة هو للاطلاع على الواقع الخدمي لقضاء الشيخان، والتقينا بالسيد قائم قضاء الشيخان وكذلك مدراء الدوائر، وتم الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الدوائر. حقيقة كان هناك مشاكل في قطاع الماء، وتم توجيه السيد مدير ماء نينوى بحل هذه المشاكل وتشخيص هذه المشاكل وحلها. قمنا بزيارة ميدانية بوفد تكون من السيد النائب الأول لمحافظة نينوى والسيد هاشم البركاني عضو مجلس المحافظة. اليوم تم عقد اجتماع موسع للدوائر الخدمية والقطاعية في مقر قائم مقامية قضاء الشيخان. حضر السيد القائم مقام والسادة رؤساء مدراء الدوائر، حضره مدير بلدية الشيخان ومدير بلدية زيلكان وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية. تم التطرق إلى الخدمات التي تقوم بها مديريتنا بتقديمها للمناطق المحررة، وقد أشاد المسؤولين الحاضرين بجهود كوادر مديريتنا سواء في بلدية الشيخان أو في بلدية زيلكان. كذلك تم بحث إمكانية تقديم مشاريع أخرى ضمن المرحلة القادمة، وتم إعداد كشوفات بهذا الخصوص، وسيتم تخصيص الأموال اللازمة من أجل القيام بهذه المشاريع. الحمد لله اليوم نرى بدأت تعود الحياة شيئا فشيئا للمؤسسات البلدية. هذه الأعمال جاءت متزامنة بعد أعمال التحرير في محافظة نينوى وخصوصا في الجامع الأيمن. نرى كافة الوحدات الإدارية بدأت تتعافى بعد التحرير. الحمد لله قد يكون هناك تقصير في نوعا ما في الجانب الخدمي، ولكن على العموم نحن راضين عن أداء مؤسساتنا البلدية.